مشاهدينا مكملين معكم مشوارنا الصباحي رغم سنين الحرب الطويلة ورغم كل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها، ولكن قدر الطفل السوري يسجل قصص نجاح وتميز وتفوق بكثير من المجالات، سواء كانت مجال الرياضة أو الثقافة أو الغناء والموسيقى. اليوم معنا طفلة موهوبة حصلت على المرتبة الأولى بالمهرجان السادس لأغنية الطفل العربي السوري الذي أقيم مؤخرا في دمشق. نحن بالتأكيد عم نحكي عن جوليا طربوش. منشان نتعرف أكثر على هيدي الموهبة ونتعرف أكثر على مشاركتها بالمهرجان، اسمحوا لي مشاهدينا رحب بضيوفنا اللي صاروا معنا بالاستوديو. معنا الطفلة جوليا طربوش. صباح الخير جوليا. صباح النور. مبروك. الله يبارك فيكي. كمان مشاهدينا معنا مدرسة مادة الموسيقى لجوليا، معنا الآنسة ليليان دندوش. يسعد صباحك آنسة ليليان. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك، نورتونا. الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا ويسعد صباحك يا جوليا. كيفك؟ منيحة الحمد لله على سلامتكم. جايين من الشام، يعني نحن آسفين بس كان ضروري أن نضوي على هيدي الموهبة الرائعة، وخصوصا بالطفولة وهي عنوان لنرتقي بكثير من المجالات، ويكون هو الدعم الأساسي هو الطفل. أكيد أكيد. جوليا هلأ رح نحكي معك، ولكن سؤالنا للأستاذة ليليان، كونك أنت مدرسة الموسيقى، نحكي عن هذا المهرجان وكيف شاركت جوليا طبعا تحت إشرافك والكادر التدريسي الموجود بالمدرسة. أول شيء صباح الخير مجددا. هلأ المهرجان هو قائم كل سنة يعني برعاية منظمة الطلائع. الحقيقة أنا شفت جوليا بفرع الطلائع بريف دمشق، يعني أنا ما بعرفها مسبقا، فكانوا عم يقولوا أنا هاي تاني سنة بشارك بالمهرجان، كمان كتابتي الكلمات الأغنية وسنة الماضية كمان نفس الشيء كلماتي وألحاني. السنة يعني رحت أخذ طالبة معي أنا كمان رائدة على مستوى قطر، فشفتها لجوليا هيك من وقت اللي شفتها هيك هي مثل ما كنتوا شايفين تدخل القلب فورا، وكانت عم تغني وهيك، فانه عم يقولوا لها بالفرع كانوا انه بدهم كلمات اغنيه. قلت لهم خلص انا عندي كلمات الاغنيه واللحن موجود يعني ايمت ما كان. فمن وقتها انا تعرفت على هاي الحوله الصغيره الجميله اميرتي هاي حبيبتي، وبلشنا نشتغل مع بعضنا لحتى الحمد لله الله هيك بعد تعب يعني أثمر بالنجاح والتميز. الحمد لله نشكر الله. جوليا تحكي لنا كيف تدربتي، كيف كان الاستعداد، مين شجعك أكثر بالبيت؟ ماما وبابا وإخواتي والأنسة ليليان والرفيقة دعد. الرفيقة دعد. وكيف كانت التدريبات، صعبة ولا أنت كنت حابة؟ لا أنا كنت حابة. انا شفت لك فيديو اخي، يعني كنت عم تقولي فيه انه انت بدك تاخدي المركز الاول، يعني كنت مصره قبل ما تدخلي على المسابقه، صح؟ بتحبي الغناء انت جوليا كثير كثير. طيب نسمع شيء، نسمع بالاغنيه اللي شاركتي فيها بهيدا المهرجان. يلا تفضلي. فتحت عيني بكير عززت العصافي ايت العصفور المسكين واقف عشي بكي. فتحت عيوني بكير عززت العصافي ايت العصفور المسكين واقف عشي بكي. مهموم وقلبه حزين وعيونه بكياني كتير، ملتو بإيدي الحلوين وسألتو ليش البكي. قال لي خيفان وتعبان من كل الدنيا هربان من ميلي غيم الدخان وميلي هالصيادي. ما بدي الوردي تدبل ولا التوب الأخضر يخجل، بدي سما يجفوها طور والورد مروج ووادي. خمرت العصفور البردان جرحه داويت بأمان، نظراته المليانة حنان تغلغل بفؤادي. قلت له بفيض دموع صلي للرب بخشوع، ميني من العطش وجوع ومن تهديد حياتي. راح طير وازرع النور
نور وجناين ورد وطور ياسمين وشجر ومنتور تطير سما بلادي راح طير وازرع النور وجناين ورد وطور ياسمين وشجر ومنتور تطير سما بلادي. تسلم لي هالصوت. شو هالاغنية الحلوة الجميلة هي مثلك. حبيبة قلبي حبيبة قلبي ان شاء الله بشوفك في اعلى المراتب يا جوليا. ان شاء الله. حبيبتي تعبتي بالتدريب مع جوليا، كانت عم تحفظ، كانت ملتزمة باوقات التدريب، يعني حسيت انه فيه من الاشخاص اللي بتتعب توصلت ولا لا كان الشغل كثير مع مريح و... على فكرة اريح طفل يمكن بشوفه بحياتي بالتعامل. هلا انا كونه انا بعيدة عن الشام، فما انت كنت تيجي من منطقة لمنطقة بس للدربي يا جوليا. انا يعني احيانا انزل على الشام خصوصي كرمال شوف جوليا ودربها، ووقت اللي ما اقدر روح يعني مثلا تقطع مدة طويلة وهيك لحالها هي بتتدرب وتبعت لي مثلا فويسات، الا مثلا لا جوليا هون في غلط هون في دغري. يعني اي غنيه بدي احفظها اياها لجوليا ما في داعي اعيد الملاحظه اكثر من مره. حلو. خلص يعني مره واحده وخالص. هي حدا بيستوعب كثير وهي محبه، يعني هي بتحب عندها رغبه. ايه لكان ايه. وقد ايه مهم يعني نحن فعلا بهالمهرجانات لما نكتشف هالمواهب اللي عندنا نحن نتابع معها بعدين كرمال انه نكبر الموهبه نهتم فيها نغنيها، يعني قد ايه مهم هيدا الشيء. تماما. يعني حرام يعني وقت اللي بتشوفي ولد هيك موهوب وعنده هذا الحضور المرهف يعني فراشه، فانه لا ليش لحتى مثلا يتخبى؟ لا بالعكس، انا مع يعني عندي كذا طالب، يعني انا عندي طلابي كثير انا متعلقه فيهم اكثر ما هن متعلقين فيه، يعني فانا ما بعاملهم كانه هن اطفال وانا معلمتهم او انا مدربتهم او لا ابدا، انا وياهم كثير في وحده حال بيناتنا. ايه جوليا هيك بتحسيها يعني بدون ما تحكي بدون ما هيك بتغري بتغرف القلب هيك، يعني نسمع بتشدك. ايه بتشدك الى يعني بتخطفك هيك بدون استئذان يعني، وانت بتروحي بتمشي معها بتسوقي يعني خالص. بس انه يعني ما لازم تتخبى. انا من صحيح. انا من الناس اللي يعني رغم مقدرات يمكن ما بدي اقول لك اياها محدوده، بس هي كلها اجتهاد شخصي الحمد لله. بس رغم هاي المقدرات الضئيله يعني بالنسبه لاساتذه كبار طبعا بدون مقارنه، انا بحب اتبنى المواهب الطفليه. انا كثير بحب اشتغل مع الاطفال. حلو. هلا نحن الموهبه عنا والحضور عنا والكاريزما كلها عنا، وقد ايه مهم انه نوجه بمجال الطفوله. يعني شفنا مفرزات الحرب والاطفال هن تاذوا بهذا المجال، ولكن قد ايه مهم انه يكون احنا فعلا لنا متابعين بهذا الموضوع انه نعزز هيدا الوجه وهي الطفوله، نعززها بكل مقاييسها سواء اجتماعيا ثقافيا موسيقيا. قد ايه مهم استاذه ليليان؟ اكيد مهم، لانه يعني هلا الطفل فيك تكسبيه من هلا ليكبر طبعا، يعني هو اللي راح يعمر سوريا ان شاء الله. صحيح. يعني وسوريا هلا عم تتعافى ان شاء الله، يعني عم تتعافى ان شاء الله تباعا. صحيح. فنحن لازم اللي نحن ما قدرنا نعمله بايامنا او بطفولتنا لازم هلا يطلع بهذا الجيل الجديد طبعا، لانه هو المستقبل يعني. صحيح. طبعا اطفال اليوم هم رجال الغد والمستقبل. هلا رح نتابع مقطع فيديو لجوليا من المهرجان اللي شاركت فيه ونالت عليه المركز الاول. اكيد جاهز الفيديو، يلا نتابع سوا الدقائق القادمه.
يعني ما شاء الله يا جوليا متألقة كنتي. أنسي ليليان قد ايه مهم، يعني أنا لاحظت فعلا هاي العلاقة الحلوة بينك وبين جوليا، بغض النظر عن إنه حضرتك مدرستها، في علاقة أعمق بكثير من هيك. قد ايه مهم يكون في علاقة طيبة لنقدر نوصل للطفل كل اللي نحن بدنا إياه؟ أنا عندي قناعة إنه الطفل إذا حب أستاذه، يعني شيلك عن أهله، هاي شيء طبيعي، هاي غريزة طبيعي. يعني صحيح. فإذا حب أستاذه بيكون مبدع، والحمد لله نشكر الله، هيدا الشيء حلو، لقينا الإبداع. جوليا حبيتي حالك أنت عم هيك عم ترقصي مثل الفراشة على الستيج؟ حبيتي حالك؟ أكثر شيء حبيتي وأنت عم بتغني وعم ترقصي مثل الفراشة، أكثر شيء حسيتي حالك هيك حبيتي حالك؟ كلها على بعضها يا ريم، هي مهضومة كثير. محضرة شيء هيك نسمع شيء بصوتك؟ يلا سمعين. تحتيه دجها وتعالى جنا، صار ساحب سيوف، يا ويل حالي، يا ويل يا ويل يا ويل حالي، تريرين تريرين أخذوا حبي راحوا شمالي، راحوا لبعيد لبعيد، راحوا ريرن تريرن، كيف بدي طير وجناح مالي. لك دخيل الله هالصوت يا جوليا، ان شاء الله بشوفك بأعلى. شو حابة تصير بالمستقبل جوليا؟ دكتورة. دكتورة بيلبق لك حياتي. يعني وإلى جانب الغناء بدك تبقي عم تغني؟ ولا رح تكون هيك هواية بس؟ هواية. هواية بس بدك تصيري دكتورة. إن شاء الله بشوفك بأحسن المطارح يا جوليا. بدنا نتشكر وجودكم معنا، نورتونا اليوم. الأنسي ليليان دندوش مدرسة مادة الموسيقى للطفلة جوليا طربوش، جوليا اللي حصلت على المركز الأول بمهرجان السادس لأغنية الطفل العربي السوري الذي أقيم بدمشق مؤخرا. يعطيك ألف عافية يا جوليا ونورتينا اليوم. شكرا لكم. بدنا نتشكر وجودكم وان شاء الله توصلوا بالسلامه على دمشق، وشكرا لكل حدا كان داعم لهيدا المهرجان لنعزز ثقه الاطفال اللي تاذوا الى بفتره من الفترات من مفرزات الحرب. بدنا نشكرك استاذه ليليان، وبدنا نشكر حضورك يا جوليا، وبدنا نشكر البابا والماما اكيد حبيبتي، هدول قلبي. الداعم الاول والاخير طبعا. خصوصي انا بدي اشكر مدام سمر يعني على تعبها، وكمان نحن معنا بأيام المهرجان اختي انه هيك تروحوا وترجعوا. حبيبة قلبي الله يخليك، نتشكر كل حدا كان هيك مشارك بهذا النجاح ان شاء الله.